بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا تجربة المقاومة الكهربائية لمادة شبه موصلة. بداية نرسم الجدول. نرسم الجدول وعندنا اللي هو التي بالسيليزيوس. تحولها للكلفن تزود عليها 273. العمود الثاني المقاومة اللي هي المقاومة للمادة شبه موصلة. السيجما اللوج سيجما 10 أس 3 على التي. حلو؟ في المادة شبه الموصلة مع زيادة درجة الحرارة المقاومة تقل 25 275، 30 244 وقلت. فكل ما تزيد درجة الحرارة كل ما قلت المقاومة. نجي عند الخطوات الحين. تكون عندك الأجهزة مثل كذا. هذه العينة دخلها جوا في الفرن، ممتاز. نشغل الأجهزة. هذا يا حبيبي لقراءة التمبريتشر، جهاز متعدد القياسات قراءة التمبريتشر بالسيليزيوس. هذا اللي هو كله بالمقاومة، فتشغله من البور من هنا، حلو، وتحطه على المقاومة. لاحظ درجة الحرارة الآن 90، الآن 90، 91 وهنا 28. احنا قلنا إذا زادت درجة الحرارة تقل المقاومة، فننتظر شوية. 93 27 93 26. أوكي كذا تمام. الرسمة تكون، أول رسمة تكون بين الآر وتكون بين التي، بين الآر والتي. والرسمة مثل ما قلنا كل ما زدنا درجة حرارة المقاومة تقل وهي كيرف. الرسمة الثانية بين اللوج سيجما وعشرة أس ثلاثة على التي بالكلفن، وهي علاقة خط مستقيم. طبعا اللوج سيجما من الجدول مثل ما التجارب السابقة قلنا اللي هو السيجما، هذا قانونها وقانون انتم تعرفوه. طبعا الهدف الثاني حساب طاقة التنشيط، نجيب السلوب. طاقة التنشيط هي عبارة عن السلوب ضرب 8.6171 على 100، وطاقة التنشيط بالإلكترون فولت كفاية.